اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا القرآن، اللهم اجعلنا للقرآن من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وإلى جناتك موجهين، وإلى وجهك ناظرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنزل علينا في هذه الليلة مغفرتك ورضوانك، واجعلنا من حزبك المفلحين، وأتباع سنة سيد المرسلين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، فاغفر لنا كل ذنب، واستر علينا كل عيب، واغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبجودك وكرمك عمن سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اصلح لنا انفسنا وزوجاتنا وذرياتنا، وبارك لنا في اعمالنا واعمارنا واموالنا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان فيهم حيا فزده طاعه، وزده نعيما وعافيه. اللهم متعنا واقر اعيننا ببر ابائنا وبر امهاتنا. اللهم اطل اعمارهم واحسن اعمالهم. اللهم من كان من والدينا ميتا رهين قبره، فانزل اللهم على قبره الضياء مد بصره، وأره منازله من الجنة، واجمعنا به على سرر متقابلين في جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اجعلهم في رحمتك ورضوانك ومغفرتك ونعيمك، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعلهم في حفرة من حفر النيران. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارزق العقيمين من صالح الذرية، اللهم اخلف على المنفقين من صالح العطية، يا باسط اليدين بالعطية. اللهم اغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما بقي، واجعل صيامنا مقبولا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا. اللهم امد لنا في اعمالنا، واحسن لنا في اعمالنا، واجعلنا واسرنا مباركين اينما كنا. اللهم يا عالم الغيب، يا عالم الغيب، يا عالم الغيب.
شيء ومليك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أدن علينا أمننا وإيماننا ووحدتنا واجتماع كلمتنا، واجعلنا وأسرنا في حرزك وأمانك وعافيتك وطمانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم إليك نشكو ضعف خومتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تزلل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك، ويؤمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن سخطك، يا فرج المهمومين، يا غوث المكروبين. نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المستضعفين في الأقصى وفي كل مكان. اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم فرج هموم المستضعفين في كل مكان. اللهم نفس كربهم وأقل عثراتهم، وتول بنفسك أمرهم، وارفع رايتهم، واكبت عدوهم، واجمع كلمتهم. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين والإسلام بسوء ومكيدة، فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأبعد عنا شره، وفرق أعوانه، وزلزل أركانه، ورده بغيظه، وقطع دابره، ولا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه آية. اللهم أقر أعيننا، وأبهج صدورنا، وأفرغ قلوبنا بعز الإسلام وانتصار المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على المستضعفين في كل مكان، وعلى الموتى في قبورهم، وعلى المرضى في فرشهم، وعلى المحبوسين عنا لظروفهم، وعم الجميع بالرحمة والرضوان والصفح والغفران، يا أمان الخائفين، يا إله الأولين والآخرين، يا من هو حليم لا يعجل، يا من هو كريم لا يبخل. اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا وآباءنا وأزواجنا وذرياتنا ومن همنا على دعائنا، اجعلنا جميعا من عتقائك من النار. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الملك لا شريك لك، وأنت
المستقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وتعفو عن كثير يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا من يعلم السر وأخفى يا من يتنزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته وهيبته فيقول هل من سائل فأعطيه ويقول هل من مستغفر فأغفر له ويقول هل من تائب فأتوب عليه اللهم يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا من يرى الآن مكاننا يا من يسمع الآن دعاءنا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم إنا تبنا إليك اللهم إنا عدنا إليك اللهم إنا هدنا وأنبنا إليك اللهم إننا عبيدك الضعفاء فقونا اللهم إننا عبيدك المذنبون فاغفر لنا اللهم إننا عبيدك التائبون فاقبلنا إلهنا رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا يا إلهنا من أهل الحوض والشفاعة واغفر لنا يوم تقوم الساعة إلهنا ما اجتمعنا في هذا المكان وفي بيتك وفي حرمك هذا إلا طلبا لرضاك ورجاء رحمتك منا المحسنون وأكثرنا المقصرون منا المذنبون إلهنا ليس لنا سواك رب فيدعى وليس لنا إله غيرك فيرجى من يفتح لنا الباب إن أغلقته من يعطي العطايا إن منعتها يا من وسعت رحمته كل شيء اللهم أسكننا الفردوس اللهم أسكننا الفردوس اللهم أسكننا الفردوس بجوار نبيك الكريم إلهنا إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين اللهم إنا نشهدك أننا نحبك اللهم إننا نشهدك أننا
صلى الله عليه وسلم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى